مرة أخرى نعود للحديث عن المطالبات الأوكرانية بفرض عقوبات أشد على إيران لتوريدها لروسيا طائرات مسيرة ودعمها لها بغزوها أوكرانيا. معنا من كندا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل. أهلا بك دكتور منتصر معنا. يا اهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمه والاستاذ المشاهدين. اهلا بك دكتور منتصر. ايران تقر بتزويدها روسيا بمسيرات استخدمتها موسكو في حربها ضد اوكرانيا، لكنها تصر انها ارسلت هذه المسيرات الى موسكو قبيل بدء العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا، كيف تقرا ذلك؟ طبعا هذا كذب ومناورة إيرانية لعملية تخفيف الضغط الذي حصل عليها وعلى آخرها في المفاوضات النووية، عندما أظهرت يعني إثباتات كاملة من قبل أوكرانيا أن إيران تزود روسيا بمسيرات، وهذا كان يعني أوكرانيا بوقائع واثباتات افرزتها للدول الاوروبيه وللدول. غير هذا يعني تزويد ايران حسب ما كان تعليق وزير الخارجيه ان ايران زودتهم بقليل من المسيرات. هل 400 مسيره اوكرانيه اسقطت في اوكرانيا هذا بالعدد القليل؟ وفقط يوم امس اسقطوا 11 مسيره، والعلم ان اوكرانيا ان ايران زودت ما يعادل 1000 مسيرة إلى روسيا إلى الآن، فهذا كله كذب ونفاق، وتحاول يعني إيران تحاول الخروج من هذا المزق التي وضعت نفسها. وأيضا يعني بعد أن أعلنت كييف يعني أن هناك إثباتات وصورا وكاملة على أن تزويدها كان بعد الحرب ليس قبل الحرب. لكن إلى أي مدى يمكن القول أن توسيع العقوبات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي ستجدي نفعا مع إيران؟ يعني العقوبات المفروضة على إيران هي طبعا حديثا فرضة، ولكن العقوبات فرضت على الشركات التي تدعم بقطاع الغيار لهذه الطائرات، يعني هناك 3 شركات وثلاث شخصيات. نعم. وأيضا هناك يعني عقوبات شديدة سوف تفرضها الدول الأوروبية وأمريكا على إيران في حال فشل المفاوضات النووية. يعني هناك شروط قاسية وضعت على إيران في المفاوضات، هناك شروط قاسية بعملية يعني هناك أمر يعني معقد جدا. إيران إذا أرادت الخروج من الاتحاد بين روسيا وعدم دعم عسكرية، وهناك طبعا قضايا عقود عسكرية بين إيران وروسيا، ولا تستطيع الخروج منه بهذه السهولة. يعني كون إيران تدعم روسيا بالمسيرات والصواريخ، وهناك طبعا لا يوجد شيء كما نعتقد مجانا، يعني فروسيا بنفس الوقت تعطي تقنيات نووية إلى إيران. نعم دكتور منتصر، مستشار الرئاسة الأوكرانية طالب بقصف مصانع المسيرات والصواريخ الإيرانية داخل إيران، هل يمكن باعتقادكم أن يكون هناك استجابة لمثل هذه الدعوات؟ طبعا البداية حاليا هي ضرب، هي طبعا لا تنتقل بشكل مباشر، حتى الاطلاعات لا تنتقل للمسيرات أو الصواريخ لا تنتقل بشكل مباشر عن طريق إيران بشكل مباشر، كونه فرض وعقوبات ولا تريد أن يعني تفضح امورها بشكل مباشر، فكله يذهب اما عن طريق العراق او عن طريق سوريا. وسوريا طبعا هناك تواصل بين اجهزه الامن او جهاز الاستخبارات الاسرائيلي وجهاز الاستخبارات الامريكي وجهاز الاستخبارات الاوكراني طبعا لرصد هذه العمليه. واعتقد الضربات التي تقوم بها اسرائيل في سوريا بضرب المواقع الايرانيه وموقع المسيرات وموقع، هذا دليل على هناك سبل ل طبعا لتحجيم ايران وعمليه ارسالها المسيرات. اما بالنسبه لضربها داخل الاراضي الايرانيه فهذا يعتمد على ما تقرره الدول العظمى، يعني هناك الراي، ولكن لا اتوقع يعني ان يكون الضربه بشكل مباشر، ولكن الضربه تكون في المواقع التي تحاول ايران عن ابعاد الشبهه عنها وارسالها بطريقه غير مشروعه، واكثر الاوقات هي ترسلها عن طريق سوريا. لسؤال جديد دكتور منتصر، باعتقادكم هذا الدعم الإيراني لروسيا في غزوها أوكرانيا كيف سينعكس على مباحثات الملف النووي مع أوروبا التي كانت تميل دائما لاستمرار الاتفاق؟
يعني الاتفاق حسب ما طلعت على الاتفاقات، يعني تريد تعويض اتفاق 2015، ولكن هناك صعوبات جديده وتعنت ايراني بشكل كبير. وايضا يعني استطيع القول فرض عقوبه، فرض شروط قاسيه من الدول الاوروبيه وامريكا، اولا بالضمان عدم ارسال اسلحه الى روسيا، وهذا مستحيل جدا. انا لا اتوقع ايران سوف توافق على هذا الشرط. ثانيا خروج ايران، هناك شروط قاسيه بخروج ايران من سوريا وخروج ايران من العراق، وتحجيم طبعا تحجيم اذرعها في الشرق الاوسط وهي حزب الله وطبعا والحوثي. وهذه يعني لا اعرف كيف ستقوم ايران بهذه الشروط، وهي شروط قاسيه جدا. يعني عمليه كما نقول، وهي عمليه وضع قواعد اساسيه وشروط اساسيه، و ان ترجع ايران الى حدودها الى ايران وتكتفي بهذا. اذا ارادت ان تتابع هذه الحكومه، الدوله ارادت ان تتابع يعني في ايران. هذه شروط قاسيه، واعلم انها وضعت امام ايران، و ايران طبعا تواجه عقوبات قاسيه جدا في هذا المجال. الى سؤال اخر الان، يعني اليوم إيران غارقة كما تعلم بالمظاهرات التي تهدد نظامها بشكل كامل، هل هذا الدعم الحالي لروسيا بالغزو سيكون مبررا أو مبررا للمجتمع الدولي بالتدخل وتكرار ما جرى بإسقاط نظام الشاه سابقا؟ هل يمكن لمثل هذا السيناريو أن يتجدد ويتكرر مرة أخرى؟ يا لا استبعد هذا. نعم هناك، هذا فقط رد فعل المجتمع الدولي أو المجتمع رد على إيران، كونها بدأت تفرض تعطي نفسها حق أكثر من اللازم عندما تدخلت في سوريا وعندما تدخلت في العراق وتدخلت في الغزو، والآن بشكل مباشر وعلني وبشكل واضح يعني تتدخل في الحرب الروسية الأوكرانية. وهذا طبعا أثار حفيظة وانزعاج الغرب بشكل كبير، وخاصة أمريكا يعني بشكل كبير جدا. وهذه الذي تقوم حاليا، يعني دعنا نتكلم الوضع الان في ايران، وهي حرب ثوره، هي ليست فقط تابعه للدول الاوروبيه، ولكن هذا حاله تراكمات اصبحت في ايران، تراكمات من ناحيه الفقر، من ناحيه الظلم، من ناحيه عمليات كبيره جدا. هذه التراكمات ادت الى هذه الثوره الكبيرة جدا يعني. نعم. إلى السؤال الأخير دكتور منتصر، يعني هل تتوقع مثلا أن تتطور الاستراتيجية الأمريكية ضد إيران لأبعد من إرسال طائرات حربية إلى السعودية والقيام مثلا بعمليات لإنهاء الخطر الإيراني؟ هل يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر؟ طبعا دعنا نلاحظ التطورات العالمية التي تحصل، وأول منها عودة نتنياهو الذي يكره إيران، والذي مع ضرب إيران عسكريا عودته إلى الحكم في إسرائيل. هذه ظاهرة يعني تستحق الملاحظة. ثانيا السعودية والإمارات بدأت برفع الجاهزية الكبرى، وهذه ليست دلائل فقط على أن هناك نية لعملية قيام بأي عملية عسكرية، وإرسال أمريكا لطائرات متطورة جدا، طائرات يعني قاذفات بواحد وباثنين أرسالهم، وغواصات نووية تحمل 24 صاروخ من أحدث الصواريخ الأمريكية بالمياه المتوسط، غير أنه بارجت. هذا يدل على أنه هناك شيء يرتب في الأفق أو تحت الطاولة كما يقولون يعني. من كندا كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل، شكرا جزيلا لك.